السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومستمعينا. صباح اليوم يجمعنا وياكم وينور قلوبكم ويزين دروبكم ويستقبل نواياكم الطيبة، كانت في علم أو في عمل، عسى الله يتمم عليكم مساعيكم. صباحكم خير وين ما تكونون، في حلكم وترحالكم. يحلى لقانا وياكم في صباح جديد واسبوع جديد وعزم جديد على تقديم كل ما هو مفيد من صوبنا في الصباح رباح، وحسن استقباله من صوبكم إن شاء الله. صباحكم الله بكل خير وصحة وسعادة مشاهدي صباح رباح ومستمعينا عبر أثير قناة ريان. بداية أسبوع جديد من عقب إجازة العيد، عيدنا وغيرنا جو، يعني المعنويات بدأ جد مرتفعة والنفسية ما في أحسن منها، وإحنا بدورنا نبدأ أسبوعنا وياكم كل حماسة مع مواضيع مختلفة ومحطات صباحية جديدة. ومعانا اليوم الزميلة نيلة الملة، تعرفنا على فعاليات النسخة الثانية اللي أطلقها الهلال الأحمر لقطري من مبادرة المدرسة الآمنة، وذلك في مدرسة أحمد بن محمد آل ثاني. ومعنا الزميلة نور المنصوري بتطلع لنا من مركز الإبداع الثقافي على تفاصيل مسابقة الشعر النبطي، كما سوف نسلط الضوء اليوم على طريق العنابي إلى الحفاظ على اللقب الخليجي في كرة السلة في البطولة التي تنطلق غدا في مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية الشقيقة. إذا أخبارنا اليوم متنوعة ورياضية وكعادتنا مشاهدينا نبدأ حلقتنا بعلوم الصحف مع هالمقتطفات من صحف اليوم مع الزميلة نور المنصوري. وصبحك الله بالخير يا نور. صبحت الله بالخير يا حصة، وصبحت الله بالخير يا خلود، وصبحكم الله بالخير مشاهدينا ومستمعينا. أنا اليوم في مركز الإبداع الثقافي، صحيح للمسابقة الشعرية للشعر النبطي، لكن في بداية خلونا مع مقتطفات صحفنا لليوم. في الخبر الأول، العميد العايدي للعرب، برنامج متطور لتحقيق الأهداف المنشودة، ومركز الخدمات الوطنية يستقبل الدفعة الثالثة. والخبر الثاني في العرب، ينتظمون بالدراسة بعد انتهاء عطلة العيد، الطلاب يعودون للمدارس اليوم. العمادي اتخاذ كافة إجراءات استقبال الطلاب، والإبراهيم لائحة الضبط السلوكي الجديدة تكافح ظاهرة الغياب. المهندي إعداد اختبارات التقييم الأول للصفوف العاشر والحادي والثاني عشر، طبعا قريبا إن شاء الله. عندنا الخبر الثالث في العرب، التسجيل 19 أكتوبر، 5.5 مليون ريال للمشاركين في مسابقة غانم للقرآن. خالد بن غانم افتتاح مركز قرآني يحمل اسم المسابقة، دورة لسماع الحديث النبوي وفرع خارجي للمسابقة بالهند. عندنا خبر أيضا ثاني في العرب، 13 مشاركا في مزاد بمركز كتارة للفنون غدا. ننتقل للجريدة الثانية وهي الوطن، في الوطن والمواطن صفحة 2، بمناسبة اليوم العالمي وزير الصحة، الوقاية جزء رئيسي من استراتيجيتنا للصحة النفسية. وجه سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية الشكر الجزيل للجنة التنظيم على حسن التنظيم، كما شكر أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية على ما بذلوه من جهد خلال فترة انطلاقة الجمعية، وأكد على أهمية وقوف الجميع مع الجمعية لتستطيع تحقيق أهدافها المنبثقة من رؤيتها ورسالتها الإنسانية. الخبر الثاني في الوطن والمواطن، دكتور أحمد المقرمد المدير التنفيذي للمعهد للوطن والمواطن بحوث الحوسبة، يسخر التكنولوجيا لخدمة التعليم. بحوث المعهد نجحوا في معالجة نصوص اللغة العربية بالحقبة الإلكترونية. القارئ الإلكتروني جليس يستخدمه أكثر من 10,000 طالب بعشرين مدرسة. عندنا أيضا في الوطن والمواطن صفحة 9، تسليم مركز الروض الصحي خلال شهرين، والنعيم مطلع 2015 5 مراكز بتكلفة 563 مليون ريال. وأيضا عندي الوطن الاقتصادي، تعود التداولات اليوم وتوقعات بمكاسب قوية، أعين مستثمرين البورصة على إدراجات جديدة. طبعا بعد إجازة دامت أسبوعين طبعا تعود بورصة قطر إلى التداولات من جديد، وسط تفاؤل كبير من المستثمرين والخبراء، ويتوقعون أن تكسر حاجز نقطة 1400
14,000 نقطة خلال الأيام المقبلة بإذن الله. عندنا الخبر الأول في محليات الراية، لتخليص معاملات إدخال وإخراج معدات العارضين والمشاركين، الملاحة الشحن الرسمي لمولبولي قطر 2014، تطبيق مولبولي قطر 2014 على الهواتف الذكية، والعميد ناصر الثاني مولبولي قطر يستقطب كبرى الشركات العالمية. عندي في محليات الراية صفحة 13، في اجتماع رفيع المستوى بالأمم المتحدة، استعراض استعدادات قطر لاستضافة مؤتمر منع الجريمة. طبعا هنا في صورة مشاهدينا سعادة السفيرة الشيخة عليا أحمد بن سيف آل ثاني، طبعا هي المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. في محليات الراية صفحة 18، زيادة الكونترات والبوفيه الخاص في مطار حمد الدولي، إنجاز إجراءات دخول الحجاج من منفذ أبو سمرة في دقائق. طبعا استقبالهم كان جدا مشرف من طريق البر او في مطار حمد الدولي. عندنا في الثقافيه في الرايه لطلاب المدارس الثانويه وكليه الفنون، متحف الفن الاسلامي ينظم معرض ومسابقه عجائب الخلق. المعرض يتناول الحيوانات الحقيقيه والاسطوريه في الفن الاسلامي. عندنا اول خبر في الشرق، تقام في عدة أماكن عامة وتشمل شؤون البلديات والصناعة البلدية، تدشن نافذة الخدمة الإلكترونية للجمهور قريبا. الخبر الثاني في الشرق، أجازها مجلس الوزراء وفرض إلزاميتها على تنفيذ المشاريع، المهندس خالد العمادي، إجراءات تعديلات على مواصفات قطر للإنشاء في نسختها الخامسة، استدامة الموارد واستخدام مخالفات المشاريع وسلامة العاملين أبرز التعديلات. عندي أيضا خبر، والخبر الثالث في الشرق، 100% نسبة تقطير الوظائف في الجمارك الجوية، 300 مفتش في صالة الركاب و 170 بالشحن الجوي، 70% من نسبة زيادة الموظفين والعدد في ارتفاع مع زيادة حركة السفر. الجمارك تفرج عن حوالي 1000 طرد يوميا في قرية الشحن. المهربون يلجؤون إلى أساليب غريبة للتهريب وكلها مكشوفة، تهريب المخدرات بالمواد الغذائية مثل وضع الحبوب في القهوة، وتهريب الكبسولات الهيروين بالأحشاء، وجميع هذه الأساليب مكشوفة. استخدام أجهزة حديثة للتفتيش لتحقيق انسيابية في حركة صالة الركاب، ارتفاع نسبة الضبطيات الجمركية ومقارنة بالأعوام السابقة. مشاهدينا ننتقل حق آخر خبر في الشرق وهو رياضي، في ختام أولى جولات بطولة قطر الدولية للدراجات المائية، لقطري راسل المناعي بطل فئة السوبر ستوك للمحترفين، وفوز العماني الحوسني بفئة ستوك، والفرنسي كومنت للواقف، والكويتي يوسف للمبتدئين. وأكد سامي أبو شيخة الناب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للرياضة البحرية والأمين العام بالاتحاد القطري للرياضة البحرية، بطولة قطر أصبحت على مستوى عالمي. وهذه كانت كل أخبار جريدنا اليوم، انتظروني في الطلعة الثانية ومعلومات وتفاصيل عن المسابقة الشعرية، والكلمة عندكم في الاستديو. شكرا نور، وأنهت يعني الأخبار بخبر رياضي. صحيح، وبنكمل بعد في الأخبار الرياضية، حيث تغادر الدوحة اليوم بعثة المنتخب القطري لكرة السلة للرجال متوجهة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لمشاركة في بطولة دول مجلس التعاون الخليجي لكرة السلة في نسختها 13، والتي تقام خلال الفترة ما بين 13 إلى 20 من شهر أكتوبر الحالي. وكاميرا صباح رباح كانت طبعا موجودة قبل سفر الفريق، وأجرى هذا اللقاء النديب غانم المعاضيد مع مدير المنتخبات أحمد عبد الهادي حول البطولة واستعداداتها، نشوفها معكم. يا هلا ويا مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين، أصبح عليكم بالخير، وأيضا أصبح على كل مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. طبعا أنا اليوم راح أصطحبكم في جولة مع مدير منتخبات كرة السلة اللي إن شاء الله راح يشاركون في بطولة دول مجلس التعاون الخليجي. طبعا راح أخذكم بجولة مثل ما ذكرت ونتعرف أكثر عن استعداداتهم في هذه البطولة. الأستاذ أحمد عبد الهادي ضيفي اليوم، صبحك الله بالخير. الله يصبحك بالنور، يا مرحبا. لو تحدثنا أول شيء عن استعداداتكم للبطولة بشكل عام. احنا حقيقة الاستعدادات بدأت من تقريبا 15/7، كان هو الاستعداد للأسياد اللي أقيمت في أونشن في كوريا،
ومن ضمنها طبعا الخطه ان استعداد لبطوله دول مجلس التعاون. نعم. تلخصت في معسكر في ليتوانيا وكذلك في الفلبين وفي كوريا، والان في قطر. احنا متجهين ان شاء الله يوم الاحد ان شاء الله الى المملكه العربيه السعوديه ان شاء الله. في البدايه بما ان ذكرت مشاركتكم في الاسياد، هل تعتبر ان مشاركتكم للاسياد هي مثل ما احنا نقول بروفا حق بطوله دول مجلس التعاون؟ حقيقه هي مش بروفا، لكن هي احنا رايحين ناخذ ميداليه يعني. نعم. كنا نفكر ان ناخذ ميداليه، لكن حصلت ظروف معينه، اصابه بعض اللاعبين. نعم. المميزين. لكن تطلعنا الى دول مجلس التعاون للحفاظ على البطوله، واحنا اصحاب البطوله من قبل. نعم. المنتخب القطري هو افضل منتخب يشارك في البطوله، هذا ان شاء الله نتمنى ان احنا ناخذها للمره الرابعه على التوالي. نسال الله. فحدثنا عن مشاركتكم في الاعوام السابقه وحصدكم لاكثر من بطوله. شوف تاريخ قطر في كره السله حقيقه تاريخ مشرف يعني. صحيح. احنا مشرف للغايه. نعم، فانا اعتقد ان احنا بالفعل نبغى نحافظ على هذه البطوله. ان شاء الله باذن الله. الفرق الخليجية لا أحد ينكر أنها فرق قوية، لها قوتها طبعا. نعم. نعم. منتخب البحرين، منتخب السعودية، منتخب الكويت. نعم. يعني هذولا من الفرق اللي ينافسون بقوة على المركز الأول. نعم. توقعاتكم النهائي بيكون بين من ومن؟ احنا نتمنى أن قطر تكون فيه طبعا. إن شاء الله أن احنا نكون فيه، وإن شاء الله احنا ناخذه، لكن إن شاء الله. أتصور أن أنت في المملكة العربية السعودية راح نشوف، أعتقد يعني تصوري بين البحرين وقطر أو بين السعودية وقطر. نعم. تخطيطكم حق البطولة الافتتاحية، بطولة قطر والكويت، أول مباراة عفوا في البطولة، فحدثنا عن استعداداتكم، هل أنتم يعني ناويين أنا من البداية إن شاء الله نحصد؟ أكيد من الطبيعي جدا. المباراة الأولى، هاي سؤال مهم، المباراة الأولى هي مفتاح لأي بطولة أنت. نعم. إذا تفوز يعني تعطيك دفعة قوية أنك تكمل. احنا نعاني نوعا ما من الاصابات اللي موجوده عندنا من افضل لعيبه، لكن نحاول قد ما نقدر ان نجهزهم قبل هذه المباراه. نعم ان شاء الله. تعتقد ان لاعبين المنتخب القطري كاملين وجاهزين بشكل عام؟ حقيقه هم متواجدين، او ان عندكم بعض الاصابات؟ موجود عندنا بعض الاصابات. نعم. عندنا خالد سليمان، عندنا داود موسى، يعني مصابين، هم أحد المفاتيح الرئيسية في الفريق، لكن الحمد لله رجوع ياسين أعتقد بعد الإصابة بيعطي دافع للفريق. ممكن قوي. صحيح صحيح. الأستاذ أحمد عبد الهادي، كل أمنياتنا إن شاء الله لكم الشعب القطري، وإن شاء الله وحتى قناة الريان، طبعا أنا أتحدث باسم قناة الريان والشعب القطري بشكل عام، نتمنى لكم إن شاء الله الفوز، ونتمنى أن أنتم تحصدون الذهب للمرة الرابعة على التوالي. شكرا جزيلا لك ولقناة الريان. إذن خلود لعبتي سلة؟ ايه. عاد صدقين ان انا لعبت سله؟ ترى الاطوال ما لها خص. ايه صدقين لعبت سله، واكتشفت ان الاطوال ما لها دعوه في المواضيع. بالضبط بالضبط. اذا مشاهدينا، يستاهل المنتخب القطري حامل اللقب مشاركته في البطوله بملاقاه المنتخب الكويتي بعد غد الثلاثاء، وهني يسعى المنتخب القطري للدفاع عن لقبه اللي فاز به قبل سنتين في البحرين. في هذه الدقائق بنتعرف على مع بعض على تفاصيل عن هذه البطولة وجدول المباريات وتشكيل المنتخب القطري. نتابع. We'll be right back.
إذا موفق منتخبنا في رحلة الدفاع عن اللقب في البطولة الخليجية اللي تنطلق إن شاء الله غدا في الدمام في المملكة العربية السعودية شقيقة. صحيح، كل التوفيق لهم. وبعد الفاصل نستقبل ضيفتنا في الاستديو صباح رباح السيدة بثينة الأنصاري، واحدة من أقوى 100 سيدة عربية وفق مجلة أرابيان بزنس، وعضو في لجنة تحكيم برنامج نجوم العلوم. انتظرونا.